الغفران هدية يمنحها الإنسان لنفسه. شوفوا هالعبارة قديش فيها معاني. انتوا دائما مع برنامج المسامح كريم. عندنا قصة من المملكة العربية السعودية اليوم، قصة هيك خلاف بين صديقين تاجرين، راح نحاول نحلها، ولكن قبل نستقبل صاحب المبادرة سلطان. اهلا سلطان، كيفك حبيبي؟ اهلا، تفضل تفضل سلطان. تخيلتك هيك كبير وشيبه وكذا. سلطان اهلا وسهلا فيك، الله يحييك. ان شاء الله طمنا عنك سلطان. اللهم لك الحمد لله. ما شاء الله. شو اخباركم؟ تمام الحمد لله. كيف نشاطك حاليا؟ تجاره. بالتجاره بعدك؟ تجاره. انت وين بالمملكه مقيم؟ في مكه المكرمه. في مكة المكرمة. في مكة المكرمة. جاي من مكة المكرمة. إن شاء الله. يا أهلا وسهلا فيك. الله يحييك إن شاء الله. وبدي أخبركم خبريته لسلطان. سلطان عنده قصة مع صديقه ماجد، صديق عمره. بقى سلطان حب إنه يعني كل إنسان طموح، بقى حب إنه يوسع أشغاله شوي ويفتح شركة تجارة. ما كان معه المال الكافي، كان ناقصه شوية فلوس. فكر بصديقه ماجد، قال هو الأنسب أنه يتشارك معه ويعملوا هذه الشركة. أنشأوا الشركة، مش الشغل بعدين، يعني ما بعرف شو اللي حصل. ماجد طلب أنه يفسخ الشركة. ماجد؟ لا والله ما طلب يفسخ الشركة، بس كل سنة بندفع أنه هو مبلغ ونطلع نجيب بضاعة يعني. فجاء موسم رمضان اللي جاي على العيد، فلازم أجيب بضاعة يعني. فكلمته على أساس إنه ندفع أنا هو ونطلع نجيب بضاعة يعني. فهو اعتذر لأنه ظروف المادية كانت شوية مش كويسة. نعم. فاضطريت إني أسلف وطلعت جيب بضاعة ورجعت تاني. فلما رجعت لازم من الأرباح أسد الناس اللي تسلفت منها. أكيد. إيه. فهو الله يصلح ويهدي يحسبني إني ما بدي من الأرباح أو حاجة يعني. فصار سوء التفاهم يعني. شك فيك. بالضبط. ظن إنه أنت مش عم تعطيه حقه. حق. نعم. شو صار؟ شو حصل؟ والله فض الشراكة هو فجأة كده، ما شفت يعني، ما أدري فين راح. أخذ فلوسه؟ لا ما أخذ فلوسه، سابني ومشي يعني. سابك ومشي. سابني ومشي. وما عاد شفته. ما عاد شفته. لكم سنتين، في قطيعة سنتين بينك وبينه. تقريبا أربع. ولا عاد سمعت بأخباره ولا أي شيء؟ والله من الشباب أسمع أخباره يعني. بس هو موجود في مكة. في جدة هو موجود. موجود في جدة. في جدة. وانت في مكة. انا في مكة. انت في مكة. طيب انا بشكرك اولا على ثقتك، وبشكرك انك جيت على البرنامج، لانه راغب انت انه ترجع العلاقة بينك وبين ماجد. اكيد لازم. انت بختي شيء؟ انت حاسس بخطأ تجاه ماجد؟ والله العيش والملح، لو من يحس بخطأ يعني لازم احس بخطأ يعني. نعم. لازم احس بخطأ يعني، لو مني ما زعلته فالصحبة تفرض علي اني لازم احس. طيب بما انه صاحبك وبتعرفه منيح، كيف اخلاقه هو؟ كيف اطباعه؟ كيف؟ والله ما شاء الله تبارك الله، انسان مرة كويس، محترم، خلوق جدا جدا الى ابعد الحدود يعني. نعم. مرة خلوق يعني. نعم. شو بتتوقع منه؟ بتتوقع انه يتجاوب معك؟ نقول ان شاء الله. 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 انا قمت بما علي، ارسلنا الكتاب الى ماجد، وخلينا نشوف كيف تسلم الكتاب، شو كانت ردة فعله. تفضل. احنا في جدة يا جورج، مشوارنا حيل بساتين. برنامج جورج، هذه دعوة حضور لبرنامج جورج قداحي. قبل الدعوة ماجد معنا يا جورج. ماجد وافق، وماجد موجود في الخارج بينتظر إشارة مني. بس لحتى أختصر لكم القصة اللي حكيتها أنا وسلطان. سلطان هو صاحب الدعوة،
سلطان فتح شركة تجارية بينه وبين ماجد. ماجد كان صديقه وصديق عمره، بقى كان محتاج شوية فلوس، قال بدخل ماجد، دخل ماجد، ولكن صارت الأمور بشكل بعكس ما تشتهي السفن. اختلف الصديقان، فرطوا الشركة، ماجد توارى عن الأنظار، ما عادوا شافوا بعض. الآن جاي الآن سلطان لحتى يستعيد علاقته مع ماجد ويرجعوا من جديد أصدقاء. بقى بدي عنده الأخ ماجد. اهلا بماجد. اهلا ماجد. الله يخليك، اهلا وسهلا فيك. تفضل حبيبي، الله يحييك. كيف احوالك؟ الحمد لله. كيف تركت لنا جده؟ والله تركتها وهي حر. حر اكيد، حر بلش الحر عندكم بدري اكيد. جده يا مرتع الغزلان، كيف بتغنوا لها انتم؟ عروس البحر. جده عروس البحر، اهلا وسهلا فيك. حيك. طمني عن اوضاعك، عن اخبارك، كيف التجاره معك؟ والله بخير الحمد لله. شغال في جده، عندي محل تعقيب دوائر حكوميه. حلو في جده الحمد حلو. لله. وامورك ماشي؟ امور الحمد لله كويس. الحمد لله. الحمد لله الحمد لله. انت يمكن عم تتساءل شو سبب مجيئك الى هون. بقول لك الصراحه انه انا سعيد شوفك هون، بس مش انا صاحب الدعوه، انا ضيف مثلك بهالاستوديو. في واحد هو صاحب الدعوة، هو دعاك. تحب تعرف مين؟ هنا؟ دعاك هنا، يمكن عمل لك مفاجأة. تحب تعرف مين هو؟ والله ليت أنا متشوق إني أشوف. متشوق أشوفه. اطلع بهالشاشة بالأول. لو عارف إني جاي من جدة ما كنت جيت. على عشان دش. لا ما كنت. ما كنت جيت. ما هاجي. أنا بقول لك الصراحة معك حق، بس هو شوف هذا البرنامج اسمه المسامح كريم. المسامح كريم، بس في أغلاط تسامح فيها وفي أغلاط ما تسامح فيها. أنت حر، أنت اللي بتسامح أو ما بتسامح، أنت اللي بتسامح صاحب العلاقة أو بيسامح أو ما بيسامح. أكيد هذا الشخص هو يعتبر حاله أنه يمكن أخطأ، يعتبر حاله أنه صار لازم، يمكن بحكم الصداقة بينكم خطأ فادح. هلا بنعرف شو الخطأ. أنا ما عرفته بعد شو الخطأ. أنا عرفت إنه أنا قال لي فضوا الشركة وما شركة وكنتوا أصدقاء، بس هلا بدي أشوف فداحة الخطر، فداحة الخطأ. بس يعني تكبد عناء السفر لهون وإجا وأمام الملايين جاي يقول لك أنا تكبدت خطأ ويعترف بذنبه وبخطأه ويطلب منك السماح. ذنبه ما ينغفر. ما ينغفر. ذنبه شخص يدخلك في ديون. اللي شو عمل لك؟ يدخلك مشاكل. اللي ماشي. بينه وبين هذا الشخص. نعم. شراكة في محل. محل ملابس. نعم. أنا استلفت من البنك يمكن حدود 60,000. نعم. خشيت شراكة معه. نعم. غلطتي اللي اعتبرته أخ. نعم. واعتبرته صاحب. واعتبرته أقرب من قريب لي. نعم. ما سويت معه أوراق. يعني كان هو صح هو الاسم المحل باسمه. ففجأة أنا جتني ضيقة مالية ما قدرت أدفع معاه اللي بضاعة جاية رح يكون جاي منه. مزبوط. قال إنه رايح يجيب بضاعة برمضان. ما قدرت أدفع معاه. نعم. فجأة كده مو راضي يديني أرباح، مو راضي يديني فلوسي، مو راضي يدي شراكة بيني، يقول ما بينك شراكة. هذا جزاتي. لا أنكر إنه أنكر. قال لي أنا ما بيني وبينك شراكة، هذا جزاتي إني أنا أخش معاه شريك ويعني أدخل نفسي في ديون، والآن أنا دخلت في ديون زيادة أكثر بسببه. الآن أنا ديون زادت علي، أنا رحت سلفت من الناس أنا ما كنت أبغى أسلف منها، ما كنت أبغى أخذ منها، خلاني أروح أسلف من الناس. الآن أنا طحت في ديون بسبب هو. هو بعت لك رسالة راح بقرأ لك إياها بعدين منتابع الحديث أنا وياك، بس حب هيك يمكن تقتنع فيها يمكن ما تقتنع فيها الرسالة، بس اسمعها شوي خلينا نشوف. بقول لك أخي الحبيب وصديقي الأعز ماجد، كيف حالك يا صديقي؟ عامان وأنت ترفض أن نتحدث، وأنا أعذرك في ذلك، وربما لهذا جئت إلى هنا في برنامج المسامح كريم، لعلك تسمعني ولعلك تقدر أنني جئت أصالحك أمام الكاميرات في محاولة مني لرد كرامتك. صديقي ماجد، لو علمتم الغيب لاخترتم الواقع، ولو علمت أنني سأخسرك بسبب المال والمشاركة في العمل لما جعلتك تشاركني
من الأساس. وعموما فقد تعلمت الدرس، وصداقتك عندي أغلى من كل أموال الدنيا. يا ماجد، أنا أعتذر لك وأرجو منك أمام الجميع أن تعفو وتصفح الصفح الجميل، وأن نعود أصدقاء مثل ما تعودنا، فأنت نعم الصديق. سامحني، والمسامح كريم. إيش رأيك فيك؟ والله ما نعرف شو. أنت بركي عنده ظروف، كان بركي كان عنده ظروف معينة. خلينا يبلغني فيها. خلينا نسمعه. يبلغني فيها. سلطان. أهلا سلطان. أنا قريت له الرسالة لماجد، وماجد مثل ما شايفه أنا يبدو عليه أنه رجل خلوق، مثل ما أنت وصفت لي إياه. على كل حال هو وصفك بهذا الوصف. قل له البك، تقول له إياه، يعني هل صحيح أنك أكلت عليه فلوسه الرجل؟ والله ما أكلت، بس هو لا أكل فهم يعني. لا أكل. اتفقوا على النقطة، أكلت أو ما أكلت؟ ما أكل، بس هو فهمني غلط يعني. اشرح له. طيب قل له هذه فرصة أنك توضح. فهمت غلط فيش؟ فهمتني غلط لما مرضت يعني، صارت لك ظروفك وما دفعت معي الفلوس، فاضطريت لي أربعة. أنا لي أربعة، أنا دفعت معك 60,000. طيب أوكي لك أربعة، خلاص لي أربعة، تجيني أرباحي، تجيني أوكي فلوسي. أوكي لك حديك فلوسك يعني، ما أختلف، بس لازم أسد الناس أول حاجة يعني. وأنا يعني طب أنا يعني من برا جايبني؟ إلا أنت أخوي لازم تستناني يعني، لازم أسد الناس. إذا أنت ما تستناني وتصبر علي، مين اللي حيصبر علي؟ الغريب حيصبر علي مثلا؟ ماجد طلع فيه، ليش ما بتطلع فيه ماجد؟ أنت انظر عليه بالشاشة فوق، انظر له، طلع فيه. إيه قل له أنا. طيب أرباحي إيش أسوي فيها اللي عندك؟ حتجيك يا ماجد إن شاء الله، ما تشيل همها يعني. قلت لك إيش 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 يثبت لي إنها تيجي؟ كيف يا سلطان راح تجي؟ أكيد. أنا إذا أنا وياك كنا شراكة ما بيننا وبينه ورق، وجحت فيه وقلت لي ما عندك شيء، أنا الآن أبغى شيء يثبت لي، أبغى شيء يثبت لي إنه أنا فلوسها ترجع لي. شوف أرباحها ترجع لي. اللي تبغاه لو أي شيء تبغاه أنا راضي إني أسوي لك هو يعني. إيش تبغى تشوف الشيء اللي يرضيك يعني يقنعك؟ أنا بتكتب الآن ورقة قدام أستاذ جورج إنه ترجع لي كل أرباحي. أبشر. الآن. شيء غالي. تكتب الآن. الآن. وأسلم الآن. والآن. إديش فلوسك؟ يعني؟ إديش فلوسك ماجد؟ حدود 100,000. تكتب لي الآن. مع الأرباح؟ مع الأرباح. مع الأرباح. يا سلطان عم بيقول بحدود 100,000. صحيح. أنت جاي بدك تصالحه. أكيد. وبدك تسترجعه صديقك. أكيد. وأنت عارف إنه في متوجبات عليك. أكيد أكيد. إنه الرجل ما أخذ حقه. بالضبط. وأنت سألتك أنا شو صار؟ قلت لي ساب، ترك وراح وما عندي خبر عنه. صحيح. لأنه ترك زعلان. حس انك الفلوس اللي حطها بالشركه راحت، وبعدين في عنده ارباح ما اعطيته اياها. البضاعه اللي جبتها تاجرت فيها برمضان ربحت فيها ولا لا؟ صحيح اكيد. طيب فاذا هلا عم بيطالبك بده ورقه الان. الان مو مشكله. هلا بتعمل ورقه؟ هلا بعمل ورقه. طيب خلص اعمل له كانه عمل لك الورقه يعني، هلا بس تطلع من الاستوديو نعمل الورقه. اذا ما وفى بوعده في ربنا قوي. طبعا في ربنا، عارف انه في ربنا هينتقم، هياخذ حقي زي ما اخذت حقي. انا ما اخذ حقك، انا لو باخذ حقك يا ماجد ما كنت جيت ابصر لك. دعوه المظلوم انها مستجابه. اسمع اسمع، انا لو ما يعني لو ما برد لك حقك ما كنت جيت ابصر لك يعني. هذه النقطه. قال لك لو لا مش انا عشان اصالحك يعني، كنت اكلت حقك وما جيت. والله يعني احتراما للجمهور والجورج انا كنت همشي. لا لا مش حخليك. والله احتراما لهم وتقديرا لهم. بس ليك ماجد يعني هو عنده شعور صداقة تجاهك. صحيح انه في خلاف مالي مادي، بس في شيء ابعد من المادة، انه بيعتبرك صديق. وهو فعلا حكى عنك كلام كثير جميل قبل ما تجي، لانه انا استنطقته واخذت منه شوية معلومات. خبرني حكى عنك حقيقة صفات جيدة جدا، حتى هو كان متفائل وقال لي انا مثل ما بعرفه بده يسامح. بس هلأ في شيء انه حقك لازم يوصل لك، حقك لازم يوصل لك، راح يوصل لك حقك. فوق الحق بدك تسامحه ولا لا؟ والله ما خلل. طيب ليش عم تبكي اذا كان ما بيعني لك شيء هذا الانسان؟ فاذا بيعني لك بعده، جرحك انما المشكله انه
شو؟ انه يعني عزيز, عزيز من يوم ما ولدته معي في الحاره. تفضل. اهلي يعرفوا بعض يعني. نعم. هذا اللي قهرني يعني. الاخ عزيز علي يكون صاحبي. صح. ياخذ مني سيدي. ما نحن الانسان ضعيف, نحن بشر. انت مش ضعيف يا ماجد, ما بتوقع باخطاء, ما بترتكب اخطاء. يمكن احيانا منك ظالم ناس تانيين مثلا, يمكن لا, بس انه احيانا النفس اماره بالسوء, هذا بشر. ولكن خططه المهمه ومبادرته المهمه انه اجى على استوديو امام الملايين, اجى يقول لك انا بدي اعتذر منك واعطيك حقك, بس بدي ارجع انا وياك اصدقاء. شو بتقول له؟ بتقول له روح تبا لك وما بدي صداقتك؟ انا اهلي علموني على الكرم وال والتسامح. التسامح. التسامح. بدك تسامحه يعني؟ والورقه بنعملها برا. اذا بدك تسامحه بتقول له انا سامحتك والمسامح كريم. انا والله سامحته لوجه الله الكريم, بس جزاك الله خير. ابتغي من الله اجر, ما ابغى اكثر من كذا. ما هو هيك, هذا المسامحه, هذا الهدف منها. سامحته. الله يسامح. الله يسامح. الله والمسامح يسامح. كريم. الله يسامح. يلا هو طيب كمان. الله يوفقكم. راح يعني معقول ترجعوا الشراكه؟ هذه يبغى لها تفكير. يبغى لها تفكير. يبغى لها تفكير. صعب يعني اصلا بدنا نفكر فيها. هذه يبغى لها تفكير. انا بشكرك سلطان على شجاعتك وعلى يعني كرم اخلاقك انك جيت لهون وثقتك فينا. شكرا لله. بس بدك تكمل هذه الاخلاق. ها؟ اكيد. انت وماجد. اكيد. في له حق عليك. عيوني ماجد. ان شاء الله. شكرا حبيبي. انا شكرا على على كبر قلبك. وإن شاء الله ترجعوا سوا بالسلامة على جدة, تتفقوا مع بعضكم. هلأ عادوا برا سووا هالورقة والله كريم. الله شكرا جدا. تفضل من هون. من هون. تفضل. تفضل. رجعوا أصدقاء, بيرجعوا سوا على جدة. نحن بنلتقي بقصة جديدة مع برنامج المسامح كريم.